استكمالا لموضوعات الاستاتيكا النهارده هناخد موضوع جديد وهو الفيكتورز او المتجهات. الفيكتورز او المتجهات مش بس ممكن نستخدمها مع القوة او مجموعة قوة او ايجاد محصلة قوة، لكن ممكن نستخدمها مع حاجات تانية زي الازاحة، السرعة، العجلة، كمية الحركة اللي هي لينير مومنتم او الانجولر مومنتم اللي هي كمية الحركة الدورانية. اي حاجة ليها اتجاه، اي متجه او اي حاجة يمكن ان تصبح فيكتور هنستخدم معاها الاسلوب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة. الاتجاهات او المتجهات عموما او الفيكتورز عموما شائعة الاستخدام، يعني حتى بعد كده هناخد في الاستاتيكا موضوعات تانية خاصة بالعزوم، مش بس القوة، هيبقى العزوم او اللي هي المومنتس او الكابلز، يعني هيبقى نقدر نستخدم المتجهات بشكل أعم ونحسب محصلات شاملة القوة ومجموعة العزوم. فالمتجهات دي شيء لابد انك انت تدرسه وهتستخدمه فيما بعد في حياتك في يعني ابليكيشنز او تطبيقات كتير، ساعتها او فيها بتبقى عندك عدة قوة وليها عدة اتجاهات عدة زوايا، وهتبقى مضطر انك انت تستخدم الفيكتورز او اسلوب الفيكتورز او المتجهات علشان تبسط لنفسك تمثيل كل قوة او كل عزم او اي حاجة مومنتم او انجولار مومنتم او whatever. فاسلوب المتجهات او اسلوب الفيكتورز دي شيء اساسي في دراسة الميكانيكس او في دراسة الاستاتيكس اللي هي الاستاتيكا بشكل عام. هنخش ندخل مع بعض دلوقتي نشرح المبادئ بتاعته، وهناخد فيما بعد المرة اللي جاية على طول هناخد تطبيق نحل مسألة بسيطة جدا باستخدام الفيكتورز. طب ناخد طريقة الفيكتورز او المتجهات دي بالنسبة للقوة. احنا كنا قبل كده بنقدر نعرف القوة بماجنيتيود، قيمة سكيلر ماجنيتيود، او بنقول عليها احيانا ابسولوت فاليو، قيمة 10 نيوتن، 10 كيلو جرام، 20 كيلو جرام، whatever قيمة، وزاوية. يعني كنا بنعرف اي قوة بنقول عليها لو عندنا ده محور الاكس، ده محور الواي، كنا بنقول عندنا قوة زي كده ولتكن اف، والزاوية دي ثيتا. القوة اف اللي هي القوة بتاعتنا ليها ماجنيتيود، واتيفر هي الماجنيتيود بتاعنا او القيمة القياسية، القيمة السكيلر بتاعتها كام، ممكن تبقى 20 نيوتن، 20 كيلو جرام، واتيفر هي القيمة كام، وليها الزاوية ممكن تبقى 20 درجة، 50 درجة، واتيفر الزاوية. لكن ناخد مع بعض يعني طريقة واسلوب التمثيل بتاعت القوة دي، وايه معنى القوة دي كفيكتور لما نيجي نمثلها كفيكتور او كمتجه. القوة اهي كنا بنعرفها، قلنا ماجنيتيود، كنا حتى بنعرفها بقيمة الاف، وحاول تخلي الاف دي مايلة كده، يعني دايما اي قيمة سكيلر تبقى مايلة كده او تبقى فيكتور عدلة كده وعليها سهم من فوق يبقى فيكتور. يعني السيمبل ده يعني فيكتور او متجه، السيمبل ده يعني قيمة سكيلر او ماجنيتيود، يعني قيمة محددة 20 نيوتن 20 كيلو جرام. لكن الفيكتور ده هو عدة مركبات، ممكن يبقى مركبتين لو انا شغال في ثنائي الابعاد، او ممكن يبقى ثلاث مركبات لو انا شغال في الثلاث ابعاد اللي هو الاكس والواي والزد. المهم هنفترض ان احنا عندنا قوة القيمة الماجنيتيود بتاعتها او السكيلر فاليو بتاعتها اف اللي هي المايلة الايتاليك دي، وكفيكتور تمثيله بيبقى اف بولد عدلة وعليها السهم، زاويتها ثيتا. طيب لو انا نزلت كده عمودي بالمنظر ده كده، وبرضو نفس الاسلوب خدت عمودي على المحور الواي كده، هيبقى عندي كومبوننت هنا، كومبوننت الكومبوننت دي بنقول عليها قيمتها الفعليه اف مايله لانها قيمه سكيلر اكس، وعندي على المحور الواي اف واي، برضو اف واي مايله لانها قيمه السكيلر او الماجنتيود، يعني رقم whatever positive او negative، لكن رقم وليس فيكتور. الفيكتور بيبقى عدل وعليه
ايه علامه المتجه بالمنظر ده. فيبقى اف كفيكتور ليها تو كومبوننتس او مركبتين، واحده في اتجاه الاكس واحده في اتجاه الواي، وبنمثلها بالاسلوب بنقول اف عدله كده تمام بتساوي اف مايله اكس في اتجاه الاي اللي هو اتجاه المحور الاكس الهوريزونتال او الافقي، بلس اف مايله واي تمام في اتجاه الجي اللي هي الكومبوننت اللي هي في اتجاه محور الواي الراسي. يبقى كده الفيكتور اف بيمثل بمركبتين دول ما يتجمعوش على بعض، ده في اتجاه الاي وده في اتجاه الجي، ده في اتجاه محور الاكس وده في اتجاه المحور الواي، الاثنين المركبتين عموديتين على بعض مش في نفس الاتجاه، عشان كده بنرمز لهم او بنمثلهم بالشكل ده. اتجاه الاي اللي هو ريبريزنتس الاكس اكسيس، واتجاه الجي اللي هو ريبريزنتس او بيمثل الواي اكسيس. يبقى هو ده التمثيل المتجهي، تمثيل القوه في شكل متجه. لما تيجي تعبر عن القوة دي ممكن بطريقة تانية تقول ان القوة دي ممكن تقول ان اف دي كمتجه بتكافئ قيمة الاف المايلة تمام اللي هي سكيلر فاليو او ماجنتيود 20 كيلو جرام ثقل او 20 نيوتن او وات ايفر، والزاوية بتاعتها اللي هي ممكن تبقى 20 درجه 50 درجه 120 درجه ماينس 5 25 درجه وات ايفر. يبقى انت برضو تقدر تمثل الفيكتور بطريقه قيمه القوه نفسها او قيمه الفيكتور الماجنتيود السكيلر نفسه والزاويه بتاعته مع المحور الاكس على سبيل المثال. طبعا معظم اتجاهاتنا بناخدها بالنسبه للمحور الاكس او بالنسبه للمحور الاكس الموجب. طيب ده بالنسبه للتو تو دايمنشنال ريبريزنتيشن او التمثيل ثنائي الابعاد اللي هو في الاكس والواي، مثلنا في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي. طيب عايز اوجد او عايز احسب القيمه بتاعت ثيتا، القيمه بتاعت ثيتا اللي هي دي، وعايز احسب القيمه بتاعت الاف القيمه السكيلر الماجنتيود مع علمي للمركبتين اف اكس واف واي. اف اكس انا عارفها واف واي انا عارفها، بفترض ان انا عارف المركبه دي والمركبه دي اللي بيكونوا لي الاف، الاف الكبيره اللي بالاسود دي، انا عارف المركبه دي وعارف المركبه دي، فعايز احسب الاف الماجنتيود القيمه اللي هتديني رقم واحد، وعايز احسب الثيتا. احسبها ازاي؟ طبعا القانون بتاع الماجنتيود سهل قوي، نقول اف مايله لازم تبقى اف، ممكن تبقى اف ار كيو اي حاجه يعني، المهم ان هو اف مايله عشان تبقى سكيلر فاليو او ماجنتيود بتساوي السكوير روت الجذر التربيعي اف مايله اكس سكويرد مربع مركبه القوه في اتجاه الاكس بلس اف واي مايله، اوعى تنسى مايله، مربع مركبه القوة أو الإف في اتجاه الواي مربع أهو تمام، يبقى كله الاثنين تحت السكوير روت أو تحت الجذر، مربع مركبة القوة في اتجاه الإكس بلس مربع مركبة القوة في اتجاه الواي تحت السكوير روت أو تحت الجذر، يبقى دي يديني قيمة القوة. بعد كده ممكن تطلع لك بقى ب20 نيوتن، ممكن تطلع لك ب20 كيلو جرام، 50 كيلو وات ايفر تمام، تطلع قيمه واحده. الثيتا برضو نقدر نقول ان الثيتا بتساوي ايه؟ الثيتا بتساوي تان ماينس 1 مركبه بتاعه المحور الراسي اللي هي الاف واي المايله على مركبه المحور الاكس الافقي تمام، باخد التان ماينس 1 لمركبة القوة في اتجاه الواي على مركبة القوة في اتجاه الاكس، يعني الكومبوننت دي على الكومبوننت دي، ديت اللي هي قيمة التان، أنا باخد التان ماينس 1 عشان تديني قيمة الثيتا، باخد التان ماينس 1 اف واي اف واي، باخد التان ماينس 1 اف واي على اف اكس، الاثنين مايلين لأن الاثنين سكيلر فاليوز،
تمام او ابسولوت فاليوز تمام، يطلع لي قيمه الثيتا تطلع برضو 20 تطلع 70 تطلع ماينس 20 وات ايفر. يبقى انت كده حسبت قيمه الاف وقيمه الثيتا واستكملت الريبرزنتيشن بتاعك. ممكن برضو يبقى التمثيل بتاعك فقط كده، بس في الغالب ان هو بيبقى طالب منك في المساله عايز قيمه الفعليه او القيمه الماجنتيود بتاعه القوه او المتجه عموما بلس الزاويه، يعني اللي هي بتبقى اقصر شيوعا اقصر استخداما، عايز قيمه القوه دي وميل القوه على المحور الافقي وتفر بقى بوزيتيف نيجاتيف. المهم ده بالنسبه للتو دايمنشنال ريبريزنتيشن. لو انا عايز اشتغل بقى على 3 دايمنشنال ريبريزنتيشن بنفس الكونسبشن بنفس الاسلوب، هستخدم نفس الاسلوب، هزود بس بدل ما هي اي جي هزود كي بنفس الاسلوب، هندي برضو شكل مبسط كده بس مش هنطول، احنا خلاص اللعبه اتفهمت او عرفنا الطريقه، فمش مش محتاجين ان احنا نعيد ونكرر. لو عندنا على سبيل المثال ده محور الاكس ده محور الواي، عندك ده محور الزد اكس واي، ضفنا هنا الزد، ممكن اعمل موازي هنا كده محور الزد تمام، اطلع كده لفوق واطلع هنا برضو لفوق، كون متوازي مستطيلات طبعا ده يبقى داشت مش باين لان انا رسمت متوازي المستطيلات كرسم هندسي، المفروض ان ده ما يبقاش باين اللي هو الثلاثة اكسيس او الثلاث محاور، بكمل متوازي المستطيلات بتاعي يبقى بالشكل دوت. لو قلنا ان القوة بتاعتي من هنا لهنا النقطة دي هي القوة بتاعتي اللي هي F ميلة كسكيلر فاليو، وعندي ممكن امثلك اكتبها برضو F عدله كده وعليها السيمبل بتاع المتجه اللي هو يبقى الفيكتور اف، هنا كده قيمه سكيلر وهنا الفيكتور اف المتجه. ده الشكل المتجه او القوه في الثلاث ابعاد. هنلاقي هنا عندي دي اللي هي المركبه في اتجاه الاكس، وهنا كده المركبه في اتجاه الواي ميلة وهنا كده المركبة ميلة في اتجاه الزد، ثلاث مركبات اف اكس ميلة اف واي ميلة اف زد ميلة، ثلاث مركبات بيكونوا لي المتجه الاصلي بتاعي او المحصلة بتاعتهم او الاف كابيتال كفيكتور واف ميلة كماجنتيود الاف الكبيرة بقى تمام، بيكونوا لي ثلاث مركبات دول اف اللي هي من النقطة دي لغاية الفيرتكس دي أو لغاية الرأس دي بتاعت متوازي المستطيلات بتاع أو بتاع البريزم اللي أنا شغال عليه. هنا كان تو دايمنشنال فكان عندي مركبتين اف اكس واف واي وخلصت القصة، وادتني اللي هي الاف كابيتال بتاعتي اللي هي المحصلة بتاعتهم أو القوة اللي هي مكونة من مركبتين. هنا عندي القوة بتاعتي مكونة من ثلاث مركبات، واحدة في اتجاه محور الاكس، واحدة في اتجاه محور واي، واحدة في اتجاه محور الزد. بنفس الاسلوب برضو الكومبوننت ليها سكيلر فاليو والفيكتور بيبقى عبارة عن بولد عدل وعليه السيمبل بتاع الفيكتور، الريبريزنتيشن بتاعه بطريقة الفيكتور بقول ان اف كابيتال عدلة وعليها السيمبل بتاع الفيكتور بيساوي اف ميلة اكس ميلة اهي في اتجاه الاي بلس اف ميلة اهي اف واي في اتجاه الجي بلس اف ميله اهي اف زد ميله في اتجاه الكي، ضفت الكي. يبقى انا عندي ثلاث مركبات في ثلاث اتجاهات اي اللي هو مكان او ريبريزنتس المحور الاكس،
جي اللي هو ريبريزنتس او بيمثل محور الواي، كي او ريبريزنتس اللي هو المحور الزد. ثلاث مركبات ما يتجمعوش على بعض اطلاقا، ثلاث متجهات او ثلاث مركبات في تعامد مع بعض، في حاله تعامد بينهم زوايا 90 درجه، في حاله تعامد وليس في نفس الاتجاه، فابدا مش ممكن نجمعهم. نقدر نجيب الماجنتيود ان احنا نجيب السكوير روت او الجذر التربيعي لمربعاتهم، اجيب الماجنتيود او القيمه الفعليه الماجنتيود بتاعت القوه ككل، لكن ما اقدرش اجمعهم ابدا. عندي اتجاه الاي، اتجاه الجي، اتجاه الكي، ثلاث مركبات، ثلاث اتجاهات متعامدين زي ما انت شايف. بنفس الاسلوب اقول ان الاف مايله اللي هي القيمه السكيلر او الماجنتيود بتاع القوه اف في الحاله دي السيري 3 دايمنشنال ريبريزنتيشن بيساوي اللي هو السكوير روت اف مايله اكس سكويرد بلس اف مايله واي سكويرد بلس اف مايله زد سكويرد اللي هو السكوير روت او الجذر التربيعي لمربعات الثلاث مركبات، مربعات الثلاث مركبات سواء بوزيتيف نيجاتيف، يبقى هو الجذر التربيعي لمربعات الثلاث مركبات اللي هو الاكس والواي والزد. دي القيمه الماجنتيود، تطلع رقم، تطلع رقم صحيح ابسوليوت. دي القيمه السكيلر، لازم تطلع لك ابسوليوت او تطلع لك قيمه واحده، تمام؟ المركبات ممكن تطلع بوزيتيف، ممكن تطلع نيجاتيف، لانها ممكن تبقى في عكس اتجاه الاكس، في عكس اتجاه الزد، في عكس اتجاه الواي، حسب الاتجاه بوزيتيف نيجاتيف. لكن الماجنتيود او الابسوليوت فاليو بتاعه الاف، الماجنتيود بتاعه القوه اف اللي هو تحت الجذر التربيعي اللي هو نتاج الجذر التربيعي، لازم تطلع القيمه بوزيتيف، لازم تطلع القيمه موجبه، تمام؟ هو ده الماجنتيود بتاع القوه او بتاع اي متجه. بنفس الاسلوب انا محتاج بقى زوايا، احسب زوايا في دلوقتي. إيه؟ انا مثلت القوه، جبت القيمه وحسبت القيمه بتاعه القوه، تمام؟ عايز احسب الزوايا او ميل القوه دي على كل محور. يعني على سبيل المثال ميل القوه اف لو انت متخيلها اللي هي من نقطه الاوريجين لغايه الفيرتكس دي، ميل القوه على محور الاكس، احنا بنتكلم في ثلاث ابعاد، تخيل معايا، يعني ميل القوه، الزاويه ما بين القوه ومحور الاكس هنسميها ثيتا اكس، وميل القوه اف، قوه اف الاصليه على محور او بالنسبه لمحور الزد مثلا اللي هي الزاويه دي مثلا، نقول عليها ثيتا زد، وميل القوة اف متجه اف كابيتال على محور الواي، تمام، اللي هو الزاوية دي بنسميها ثيتا واي. بنحسبها ازاي؟ طبعا واضح ان هو ميل القوة، تمام، على كل محور من المحاور اكس واي والزد. يعني انا عايز الزاوية دي، الزاوية دي تبقى ممكن تبقى ايه؟ الزاوية دي ممكن تبقى كوزاين، نحسبها عن طريق الكوزاين ماينس 1، لأن أنا عندي دوت الوتر، يعتبر ده الوتر عندي أو الهايبوتنس اللي هو الإف الكابيتال الكبيرة ديت، القيمة بتاعتها الماجنتيود بتاعها ده قيمة الوتر، وهيبقى كل كومبوننت من دول هو عبارة عن السايد أو المجاور، تمام؟ فيبقى الزاوية ما بينهم أقدر أجيبها عن طريق الكوزاين. يعني هنوجد مع بعض دلوقتي ثيتا اكس، ثيتا واي، ثيتا زد. ثيتا اكس، ثيتا واي الزاوية دي، ثيتا زد اللي هي الزاوية دي اللي هي ما بين الفورس اف المتجه اف ومحور الزد، ثيتا زد. بأسلوب الكوزاين ماينس 1 يبقى نقدر نقول ان ثيتا اكس بتساوي كوزاين ماينس 1 اف مايله اكس على اف مايله كبيره اللي هو الماجنتيود بتاعه الفورس ككل، دي اللي هي ثيتا اكس كوزاين ماينس 1 اف اكس على الماجنتيود بتاعه الفورس ككل. بنفس الاسلوب ثيتا واي بتساوي كوزاين ماينس 1 اف مايله على اف الكبيرة مايلة الماجنتيود بتاعت القوة اف، يبقى
اقدر احصل على ثيتا واي. ثيتا واي يبقى كوزاين ماينس 1 اف واي على اف كبيره المايله. بنفس الاسلوب ثيتا زد بتساوي كوزاين ماينس 1 اف مايله، كله اف مايل، اف مايله زد على اف الكبيره المايله برضو لانها قيمه سكيلر او قيمه قياسيه، يبقى منها اقدر اجيب ثيتا زد اللي هي كوزاين ماينس 1 اف مايله او اف زد المايله على اف الكبيره المايله، قيمه سكيلر على قيمه سكيلر بجيب الكوزاين ماينس 1، يبقى قدرت احصل على ثيتا اكس ثيتا واي ثيتا زد. دول التلات زوايا، لان انا هنا كنت بحسب زاويه واحده بس بالنسبه للمحور الاكس البوزيتيف اكس، وبقول خلاص انا حسبت اتجاه القوه عن طريق متجه، عرفتها عن طريق متجه الاكس او محور الاكس، لكن انا عندي هنا في 3 دايمنشن، في 3 دايمنشن او في التلات ابعاد محتاج تلات زوايا من الفيكتور او المتجه او القوه اللي عندي بالنسبه للتلات محاور عشان اقدر اعرفها مظبوط، لان انا مش من قيمه واحده ما تكفيش، يعني ثيتا واحده او زاويه واحده ما تكفيش، لازم التلات زوايا عشان يبقى انت كده قدرت تعرف بدقه اتجاه القوه او المتجه ده، لانك انت ممكن تبقى عندك ثيتا اكس معينه لكن ليها اكتر من ثيتا واي، ليها اكتر من ثيتا زد، فده الريبريزنتيشن بتاعه الزوايا او بتاعه اتجاه، كيفيه تحديد الاتجاه في الثلاث ابعاد بالنسبه للاي والجي والكي، اكس واي وزد. يبقى احنا كده قدرنا نحسب الماجنتيود بتاعه القوه اف الكابيتال الكبيره، تمام، وده نحسب الزوايا بتاعتها في الحالتين، حاله ال2 دايمنشن وحاله ال3 دايمنشن. المره الجايه هناخد تطبيق بيستخدم طريقه الفيكتورز دي على مثال او اكزامبل سهل جدا هنستخدمه ونشتغل في ال2 دي او في ال2 دايمنشن، بحيث ان احنا نحسب برضو بنفس الاسلوب الماجنيتيود بتاعه القوه والزاويه بتاعتها بالنسبه للمحور اكس. خليكم معايا، كل مره هنشوف حاجه جديده نكمل بيها دروس الاستاتيكا.